بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد تعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة لعمل شروحات الخرسانة والطلبة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنتجاوز إن شاء الله ورضاكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على اختبار من الاختبارات اللي هي خاصة بالخرسانة الهارد وكريت وهو اختبار مهم جدا وهو اسمه البروستي. وإحنا بنعمل اختبار البروستي دوت هنطلع حاجات كتير منه إن شاء الله. بس يا ريت ان احنا نرجع للمواصفه الامريكيه الاي اس تي ام سي 642. فاحنا نشوف فيديو الاول وعلمنا الجوده. هنشوف دلوقتي مع بعض الاختبار هيتم ازاي اللي احنا قلنا عليه والاربع خطوات او الاختبار هيتم ازاي بالتفصيل. واحنا قلنا نرجع للمواصفه الامريكيه اللي هي الاي اس تي ام سي 642. اختار هو العينات اللي هيشتغلها واحنا قلنا هيكون في حدود 350 سنتيمتر مكعب القطعه الواحده او ما تقلش عن 800 جرام. ويغسل عينه كويس جدا وما يكونش فيها اي حاجه من السهل انها تقع لان ده هيأثر معانا في الوزن. اه الراجل بيغسل عينه زي ما احنا شايفين بيغسل من الحنفيه العادي تمام اهوت. اه بيغسل كويس جدا بحيث يتاكد ان مش من السهل ان حاجه تقع منها حاجه رايش لان ده هيبقى محسوب معانا. الخطوه اللي هيعملها بعد كده زميلنا انه يحطها في اي اناء او صينيه زي ما احنا شايفين كده اهوت. وبعد كده هيعمل ايه؟ هنتابع معاه ان هو هيحطها في الفرن على درجه حراره 110 زي ما احنا قلنا ويتابعها لغايه ادي الحراره ظهر قدام مننا اهيت 109 ويتابع بعد ما يطلعها يسيبها تبرد لغايه المهم ان الوزن ما يثبت خالص يبقى كده نتاكد ان ما فيهاش اي ميه. يطلع العينه طبعا وطبعا لازم يكون ياخد باله من حاجات السيفت ان الواد جوانتي عشان ما يحصلش اي مشاكل ويسيبها لغايه حتى الراجل جايب لنا الحراره هي ظاهره درجه حراره كامل اللي هو احنا قلنا ما تزيدش عن 27. وطبعا هيكتب على العينات ان هو يعمل لها ماركات يعلمها زي ما هو الراجل بيورينا اهوت بيكتب عليها بس وليكن رقم وحتى حته الخرسانه ظهر فيها اسم الخلطه والميكس بتاعها بمعنى اصح وياخد وزن العينه نت ياخد وزن العينه دراي بمعنى اصح ويسجل الاوزان دي اول واحده زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا لازم يكون دقيق في الوزن ويكون محافظ على العينات ان هي ما يجيش عليها اي رطوبه ويسجل بيانات بحيث يبقى البيانات دي ما تبقاش من السهل انها تضيع او تروح ويتلخبط بعد كده في العينات والعينه الثانيه وهكذا. نفس الاجراء برضو هيتم على حته الخرسانه الثالثه برضو ما شاء الله راجل. واحنا الفيديوهات بتاعتنا بتكون طويله شويه لان احنا بنحاول ما نسيبش اي حاجه تسقط مننا ولو سقط حاجه مننا تاكدوا ان هي مش مقصوده وبرده في حاجه ناقصه برده تكملوها من المواصفه. بعد ما سجل بياناته كل حاجه ايه الاجراء اللي هيعمله الراجل؟ هيروح يحط العينه في الميه في درجه حراره اللي احنا اتفقنا عليها ايوه تمام قوي كدهوت وبيتاكد ان الميه غامره العينات بالكامل. الراجل بيورينا اهوت ويسيبها لمدة 24 ساعة عشان يحصل لها امتصاص كامل. يبقى احنا دلوقتي لغاية دلوقتي مية عادية مية عادية. يجي لها بقى بعد 24 ساعة هيعمل ايه الراجل؟ يعني احنا عايزين نحاسب زمايلنا اللي متابعين ان هم يعني بيعملوا الاختبار معانا يعني عشان لو في اي خطأ ممكن يرجعوا للفيديو ويشوفوا ايه الخطأ اللي وقعنا فيه ولو كان عايزين يعرفوا اي معلومة يرجعوا للفيديو تاني سواء عايز شرح الاختبار او طريقة عمل الاختبار زي ما احنا بنشوف كده او طريقة حساباتها. هيطلع العينات ويمسح سطحي طبعا لازم يكون سريع على اساس ان الميه ما تهربش ويوزن بيوزن العينه دي رقم واحد يكتب الوزن بكل دقه خلصت اول واحده والثانيه والثالثه وهكذا والثانيه حته الخرسانه الثالثه. الراجل بيجفف كويس اهو بحته قماشه او حته خيش او اي حاجه تكون مصدر للميه. رقم ثلاثه اهي برضه الرقم ما راحش منها ويسجل الوزن ونشوف هيعمل ايه بعد كده الراجل في العينه ديت.
العينات، هيجيب اي حاجه ان هو بحيث يقدر يغلي حتة الخرسانه ديت، اي حاجه تكون حديد تستحمل حراره. هو راجل بيستعمل سخان، والسخان ده مدرج، ويبتدي يحط القطع معاه بالراحه كده بحيث ما يتاذيش. والثانيه وبرده الحته الثالثه يحطها بالراحه عشان برده ما يتاذيش الراجل على قد ما يقدر، حاول يحافظ على نفسه. طبعا لازم يكون عنده واخد دورات تدريبيه ودورات في الامن الصناعي، ويظبط الحراره، وهيسيبها في تغلي. بس هيسيبها تغلي قد ايه؟ زي ما اتفقنا قلنا لمده 5 ساعات، بيغطيها طبعا الراجل عشان البخار ما يتبخرش، وراجل ماسك الساعه ما شاء الله. هيجي بعد الزمن اللي هو حد بالستوبوتش، هيقفل السخان بتاعه كويس، وهيعمل ايه؟ هيطلع العينات ولا هيعمل ايه؟ هنشوف يعمل ايه. وهيسيبها تبرد لمدة 14 ساعة، يشيلها بالراحة عشان ما يتأذيش ولا أي حاجة، ويسيبها لمدة 14 ساعة. وفصل الراجل السخان أو الغلاية اللي بيغلى فيها. بعد ما عدت الفترة وكل حاجة هيعمل إيه؟ طبعا درجة حرارة المية اللي هو غلاها ديت رجعت لنفس درجة حرارة المكان أو الغرفة اللي هو المعمل أو المكان اللي هو شغال فيه. يعني المعمل ما شاء الله مجهز، حاجة معمل ما شاء الله. يعني هيعمل ايه بقى في العينات؟ هيبتدي يطلع العينات واحدة واحدة، وهكذا طلعهم بالراحة، وما شاء الله برضو بيغطي العينات كويس عشان برضو المية ما تهربش منها، لانه هو هيعمل عايز ايه منها. ناخد بالنا دي تعتبر يا جماعة الخطوة التانية. هيوزن العينات في الهواء، يوزن العينات في الهواء. ديت ناخد بالنا من الوزنة ديت، الوزنة ديت مشبعة، يبقى عينة الحجر أو عينة الخرسانة مشبعة بعد الغليان، ويسجل الوزن. يبقى هو أول وزنة جافة نت خالص، وزنة تانية مشبعة بعد ما اتغمرت 24 ساعة في المية بدرجة حرارة المكان العادي اللي هي درجة 23، بعد كده بيوزنها في الهواء بعد ما اتغلت لمدة 5 ساعات متصلين. يبقى دي الخطوة التالتة، ناخد بالنا عشان الحاجات دي ارقام دي هنحتاجها في الحسابات واحنا بنحسب ان شاء الله مع بعض. سجل اوزانه وكل حاجة، الحتة التالتة برضو هيت يسجلها. احنا طبعا ماشيين واحدة واحدة، ما ورناش حاجة، احنا مش عايزين نجري في الفيديو. ممكن الفيديو على فكرة نعمله احنا في دقيقتين ثلاثة، ولكن احنا عايزين لو اي حد عايز يخش في مجال المعمل جديد يعني ممكن برضو يستعين بالفيديوهات ديت وهتنفعه كويس جدا. الخطوة الرابعة اللي هيعملها ان هو هيوزن العينات في المية في السلة جوه المية، ناخد بالنا. بس امتى؟ بعد الغليان، بعد ما غلت العينة 5 ساعات هيوزنها جوه المية. يبقى وزنها وهي مغلية مرة فوق الميزان ومرة في المية، وهي جافة وزنها مرة جافة ومرة مشبعة في الدرجة. يبقى هم دول الاربع وزنات اللي احنا هنشتغل بيهم حسابات. ويسجل الاوزان، بس لازم يكون حريص جدا، لان هنا في الاختبار دوت الجرامات بتفرق. لو بيهز كويس العينة عشان يتأكد ان مفيش اي هواء محبوس ما بين الحجرة وبعضها ما شاء الله. تاني برضو الحتة التالتة نفس الخطوة، يعني الراجل بيطبق المواصفة زي ما اراها وزي ما اتعلمنا مع بعض. وزي ما انتم ان شاء الله لو لقيتوا الفيديو اعجبكم تشتغلوا بنفس الطريقه. ويا ريت الفيديوهات كذا مره الناس بتبعت بتشتكي من الصوره، فيا ريت تغيرها والراجل اهو بيقول له شكرا بيدينا الحسابات اهوت، وشكرا يا استاذ احمد. هنشوف كده مع بعض بقى المواصفه اللي احنا عملنا الاختبار من خلالها، واحنا قلنا عليها اللي هي المواصفه الامريكيه الاي اس تي ام سي 642. اهي هنطلع زي ما احنا هنطلع ان شاء الله مع بعض الحسابات الدينستي والابسوربشن، وبكتب لك كمان ايه الفويس ان هاردند كونكريت. هنطلع كل الحاجات دي ان شاء الله من المواصفه البسيطه الجميله اللي قدام مننا دي ان شاء الله. برضو فيها موضحه ان احنا ناخد حته الخرسانه ازاي والحجم بتاعها. بيقول لك اهو نوت للزان ما تقلش عن 350 سنتي متر مكعب، والوزن تكون في حدود او تقريبا ابروكسيماتلي 800 جرام، وادي عليها علامه واضحه اهيت. وطريقة إجراء الاختبار نفسه بيقول يعني جفف العينة، هي عليها البروسيدور، هي عليها علامة اهيت بدرجة حرارة
من 100 ل 110 ونسيبها لمده 24 ساعه لغايه الوزن ما يثبت، ونسيبها نطلعها من الفرن ونسيبها بدرجه حراره 20 ل 25، ولو كانت محتاجه تاني ان احنا لقينا الوزن بيتغير نرجعها تاني للفرن حتى عليها علامه اهيت اجين اهيت، ناخد ادي العلامه واضحه اهيت. وهنا برضو في طريقه الاختبار هو ساتوريد ماس افتر اميرشن، اللي هو بعد ما نغمر العينه بيقول في درجه حراره 21 درجه فتره ما تقلش عن 48 ساعه، ولو لقينا الوزن بيختلف اكتر من 0.5% برضه نرجعها تاني الميه لمده 24 ساعه، وادي عليها علامات اهيت ماركات واضحه اهيت. وبعد كده تحت اهيت هناخد بالنا الفقره 5.3 بيقول ان احنا نعرضها للغليان لمده 5 ساعات، ودي كانت محل اعتبار برضه من بعض زمايلنا اهيت عليها علامه اهي هحاول اوضحها، 5 ساعات اهيت غليان وبعد كده نسيبها تبرد فترة ما تقلش اهي فور نوت لزان، يعني فترة ما تقلش عن 14 ساعة لدرجة لغاية ما المية توصل والمية تكون درجة حرارتها من 20 ل 25، وبعد كده اطلعها من المية اللي انا كنت اللي كانت اتغلت فيها. الخطوة هي بيقول بعد كده اوزنها جوه اوزنها في المية، اوزن قطرة الحجر الخرسانة ديت اوزنها في المية وادي عليها علامة واضحة اهيت. وبعد كده طريقة الحسابات اللي احنا ان شاء الله هنحسبها مع بعض ونكمل حساباتها ان شاء الله حضراتكم من المواصفة اللي هي قلنا عليها الـ STMC 642. شفنا احنا كده مع بعض المقدمة البسيطة اللي احنا قلنا فكرة الاختبار يتعمل ازاي على في حدود امكانياتنا، وكمان قدرنا نشوف جزء التاني او جزء من الاختبار وهو بيتعمل عملي مع زمايلنا في المعمل، واعتقد ان هو كان واضح نوعا ما في حدود برضو امكانياتنا، وشفنا المواصفة اللي احنا بنتكلم من خلالها. ارجو من زمايلي الفنيين يراجعوا الفيديو كويس والكام خطوة اللي احنا عملناها في الاختبار، وهم تقريبا الراجل عمل حوالي 7 خطوات وقدرنا يوصل من خلالهم ل4 ارقام او 4 معطيات، دول اللي هيكونوا محل الجزء الثاني من الاختبار دوت، وان شاء الله هيكون حساباته اي نعم هي معقدة شوية لكن ان شاء الله هحاول ابسطها في حدود امكانياتي، والامور ان شاء الله هتبقى بسيطه جدا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اوفق. هكتفي بالجزء دوت ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخاصه مطلوبه، واتمنى ان اكون وفقت، وأرجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.